هيبقى عندنا سؤالين لكل عيلة، ولكن قبل ما نسأل أول سؤال في عجلة الحظ عايز أروح لجمهور فارس محمد سيد. إزيك يا فارس؟ الحمد لله. عندك كم سنة؟ عندي 14. 14 سنة. فريق الإعداد قال لي إن صوتك حلو. إن شاء الله. مين اللي قال لك إن صوتك حلو؟ عيلتي كلهم قالوا إن صوتي حلو، صحابي، كل الناس. كل الناس بتقول لك صوتك حلو؟ آه الحمد لله. طب هنسمع إيه؟ أغنية رمضان. رمضان في مصر حاجة تانية للفنان حسين الجسمي. جميلة جدا، أغنية حلوة أوي. سمعنا، اتفضل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع، بالليل بتحلى والقعدة طولة ودومانا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. صوتك حلو فعلا والأغنية دي حلوة، يعني اختيارك جميل. فرصة ان احنا نحيي الفنان القدير حسين الجسمي، دايما بيقدم لنا اغاني حلوه ومختلفه، وهو بيحب مصر جدا واحنا المصريين بنحبه جدا. بشكرك. شكرا. بشكرك جدا.